مبروك وسام المئوية لرحمة حسين زايد، ويعني مواقفه كانت مشرفة مع جد الملك عبد الله، والله يرحمهم كانت علاقتهم مميزة. يعني كان جدي لما ينزل على بيته بالشرك يسأل عنه أول ما يوصل، والبركة فيه. يعني هذا مكان عزيز علي، وطيب العيد الجلوس الملكي جلوسها كأنه بالديوان. إحنا الآن مناسبة هاي كثيرة جدا جديدة طبيعي عارض. في عيد الجلوس الملكي نجلس عندنا على كنباية اللي قاعد عليها المغفور الملك المؤسس، يعني واحد من الكنباية، وأنا رممت جلالة واحترام اللي قاعد. تمام، أجا وقت إنه أنت الحفيد الصقر الهاشم تقعد عليها، هذه اعتراف للتاريخ، لأنه هذا الديوان مسلسل بيع ممتد عبر الأجيال. هذولا إحنا ثلاث أجيال أمامك، هذه الأجيال كلها امتدت لهم البيعة، ولأولادنا وأولاد أولادنا. هذا مفخر، هذا يعني قيمة